السلام عليكم، تابع قناة ايزي ايرن. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة 3 مواقع لربح البيتكوين بلا توقف. نروح على طول. اول موقع اسمه لوكي دايس. الموقع ده بتاخد محفظة الفوسي باي بتاعتك، بتحط عنوان المحفظة هنا، بيقولك انت بتاخد 7 ساتوشي كل 5 دقايق، وليك المفروض ليك 50 مرة في اليوم. هندوس على لوج ان، بيتحل الكباتشا بعد ما بتحط طبعا عنوان المحفظة فوق، انا حطيتها على طول. تختار بريدج، بعد كده بتحل الكباتشة اللي فوق، بيقولك تختار الكلمات دي نفس الترتيب اللي فوق. اول واحدة هو بس كده، بعد كده بتدوس فيري كباتشا، بس كده بيقولك ان هو بعتلك 7 ساتوشي على محفظة الفوزي باي. نروح لتاني موقع على طول، نعمل كده ريفرش للصفحة. الموقع ده بيقولك بيديك 6 ساتوشي دقيق، بتحط عنوان المحفظة بتاعتك هنا بتاعت الفوزي باي. هنا في 7 ساتوشي بونص ممكن تاخدهم، يعني 7 و6 حوالي 12 ساتوشي كل 5 دقايق، طبعا مبلغ كويس. بندوس على لوج ان، هتحل الكباتشا، بس الكباتشا دي تبقى من نوع غريب شوية. يقولك بتحدد الأماكن اللي بتعدي منه من المربع ده، هتحط نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة ونقطة، حاول بقى انت تظبطها. وندوس على تشيك، بقولك حاول تاني. بس كده وهنشوف، هي رخمة شوية بس شافوا ما بيبدعوا في الكباتش الصراحة. اهي بس كده، وبعد كده بندوس على كلايم. بيقولك بتختار، بتحل برضو الكباتشة التانية نفس الارقام دي بالترتيب، 2، شوف ايه هنا اللي بيساوي 2 اللي هي 8 ناقص 6، دي كده 4 اللي هي 1 و3 و6، 3 و3 و7 و1. بس بعد كده بتدوس على جيت ريورد، بيقولك ان هو بعتلك ال6 ساتوشي على الفوسيت باي. نروح للموقع التالت، انا مسجل فيه، فندوس على لوج اوت عشان اوريك تسجله ازاي. بتدوس على لوج تو يور اكونت، بتكتب هنا عنوان الايميل بتاعك الخاص بالفوسيت باي او اي ايميل عموما، وبتحل الكباتشا. هنكتب معاكو الايميل، هنكتب الايميل، تحل الكباتشا، وهندوس على لوج ان. افتح معانا بالمنظر دون. ازاي هنقدر نكسب؟ هنطلع فوق، هنلاقي ان في كلمة ايرن موجودة فوق هنا، هندوس عليها. اول حاجة سبين اند ايرن، هننزل هنا، دي عجلة كده بتلف وتاخد ساتوشي. هندوس على كومبليت، تكتب كباتشا، ندوس على سبين، هتلاقي بتلف يقولك انت هتاخد ساتوشي او جالي 5 ساتوشي. طبعا دي كل دقيقتين تقدر تاخدها. وفي حاجة تانية اللي هي سبين شورت لينك، كل دي روابط مختصرة طبعا مش محتاجة شرح، انت تعدي الروابط المختصرة. بتدوس على جو، بتستنى 10 ثواني، بيتحلك كواتش الأول آسف، بعد كده بتستنى 10 ثواني، بتدوس على جيت لينك وبتاخد 10 ساتوشي. طبعا في روابط كتير جدا تقدر تكسب منها مبالغ كويسة جدا. هتدوس على هوم، طريقة السحب من الموقع، بتدوس بيجيب لك هنا انت معاك كام ساتوشي، معاك 9 ساتوشي. هندوس على ويزدرو، هتلاقي تحت بيقول لك الريكوست موجود. انا طبعا جربت اسحب من الموقع، في 10 دقايق بيوصل سحب. كنت لسه مجرب اسحب 3 ساتوشي بعد بالظبط، يعني كان من 49 دقيقة، بعد كده 36، يعتبر 10 دقايق كان
اتقبل ووصل للسحب، ودلوقتي ادينا سحبنا. لو يعني استنينا 5 دقايق هنلاقي ان السحب ده هيتقبل. بس نروح دلوقتي نتأكد ان المواقع دي دفعت لنا. اهو نعمل ريفرش للصفحة بتاعتنا، ننزل نشوف ادي اسم كل موقع واثبتات السحب. كل دي طبعا سحبات انا لسه عاملها دلوقتي الموقع، فانت هتفضل شغال يعني دلوقتي زمان ال5 دقايق عدوا، وتخش على موقع تاني وتفضل كده بلا توقف. وانا كمان هنزل لكم حاجات من دي كتير، فتقدر تستغلها وتعمل مبالغ منها كويسة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.